Picture exploding on social media has a lot of you talking and asking, is this for real? Check this out. People that told me that they found a 60-foot anaconda. This is 18 feet, and look at the size of it and how scary this snake is. And this morning, in that exact spot, there was a new sighting nobody can explain. Nothing out of the ordinary about a dead humpback whale, except when it's mysteriously found in the Amazon jungle, 50 feet from the ocean shore. How did it get inland? Nobody really knows. It's a river in the Amazon jungle that is boiling. اكتشفت أو لم تكتشف بعد، غابة الأمازون مليئة بأشياء غريبة، من الأنقليس الضخم إلى الثعابين السباحة، بعضها تم التقاطه بعدسات الكاميرا، في حين يظل البعض الآخر مختبئاً في الظلال. ففي هذا الفيديو ستكتشف لماذا يجب ألا تكون أبداً وحدك في غابة الأمازون. أفعى أم ثعبان؟ لا، بل هو أنقليس ضخم. رصد مخلوق ضخم مثل هذا كان للمرة الأولى، حيث لم يصدق أحد أنه في الواقع كان أنقليسا. لغز آخر مثير للاهتمام كان كيفية التقاط هذا المخلوق الضخم. ربما تم اصطياده في شبكة صيد، لأنك لا تعثر عادة على شيء مثل هذا. بالتأكيد يثير الرعب منذ النظرة الأولى. لمدة 250 عاما كان العلماء يعرفون أن الأنقليس الكهربائي يعيش في حوض الأمازون، لكنهم لم يكونوا يعرفون كم نوعاً من الأنواع كانت هناك. الأنقليس الكهربائية كما يوحي اسمها معروفة بقدرتها على إصابة فريستها بصدمات كهربائية تصل إلى 860 فولت. لحسن الحظ بالنسبة لهؤلاء الصيادين لم يكن حياً. لقد سمعنا عن العديد من المخلوقات الغامضة في نهر الأمازون، لكن هذا المخلوق هنا أدهش الجميع. ربما يكون هذا ثعبان أناكوندا كبيرا يطفو في النهر، لكن الطريقة التي اقترب بها هذا الشيء نحو القارب أجبرت الناس على الاعتقاد بأن وحش بحيرة لوخ نيس موجود فعلا في هذا النهر. تعود التقارير عن وحش يعيش في بحيرة لوخ نيس إلى العصور القديمة. جذبت منطقة بحيرة لوخ نيس العديد من صيادي الوحوش على مر السنين. تم إجراء عدة استكشافات بالسونار، لا سيما في عامي 1987 و2003 للعثور على المخلوق، ولكن لم يكن أي منها ناجحا. ما رأيكم في ذلك؟ دعونا نعرف في قسم التعليقات. الحروف المكتوبة على هذه السمكة غريبة. أفترض أن شخصاً ما وجدها عندما فقد حياته بالفعل. في هذه الحالة لا توجد مشكلة أخلاقية في ذلك، ولكنه لا يزال أمراً غريباً فقط. تم العثور عليها في شعاب المحيط الهادئ والأطلسي، ومعظم الأنواع هي نهرية. تتم ولادتها في الأنهار وتهاجر إلى البحر المفتوح، ثم تعود إلى المياه العذبة مرة أخرى. نأمل أن الشخص لم يفعلها بينما كان على قيد الحياة. تخيل سماع هذه الأصوات التهديدية للغاية بجوار نهر في منتصف الليل. إنه الخوف والرعب حرفياً. الرجال المحليون كانوا يذهبون إلى مكان ما على القارب، ورأوا تمساحاً عملاقاً كبيراً يحاول الخروج على اليابسة. لديه جسم ضخم ويمكنه تدمير أي شيء بسهولة. قرروا تغيير طريقهم، وهو الشيء الصحيح تماماً في تلك اللحظة، لأنه من الممكن أن يمسكهم للمساعدة. بشكل مدهش، تم العثور على طائرة محطمة في غابة الأمازون، والتي أقلعت في عام 1954. كانت الطائرة الصغيرة ذات المروحة بالقرب من مونوس، عاصمة ولاية الأمازون وبلدة جانبية نائية تدعى برسيلوس، عندما سقطت. Here's the wing right there. عثر بعض المتنزهين على هذه الأجزاء من الطائرة أثناء التنزه. من النادر جدا أن تبدو هذه الأجزاء جيدة بعد مرور نصف قرن تقريبا. لقد نظروا إلى الطائرة من الخارج ومن الداخل وفوجئوا كثيرا. غادروا الموقع بعد فحص كل شيء من حولها. هل هناك كائن حي يمكنه أن يتجرأ على الغطس في هذا النهر ويعود حيا؟ بالطبع لا. هذا النهر في الهند، وعند النظرة الأولى يبدو كأي نهر عادي، لكنه ليس كذلك، لأن هناك مئات التماسيح في النهر بأكمله. يقول التاريخ أن التماسيح تعيش هنا منذ آلاف السنين، وقد واجه سكان المنطقة القريبة من هذا النهر العديد من الهجمات،
مما يثير التساؤل عن سبب عدم محاولة أي شخص تطهير هذا الماء. الأناكوندا الضخمة. ظهرت هذه الأفعى العملاقة من بحيرة محلية، ولا يزال الناس يجدون صعوبة في تصديق أن ثعبانا ضخما يمكن أن يعيش في بحيرة صغيرة. يقول البعض أن هذا النوع من المخلوقات يعيش فقط في الماء، ولكنه كان جائعا ولهذا السبب خرج إلى البر. آمل أن يكون السكان القريبون من هذه البحيرة في أمان، وأنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم كون أي شخص غذاء لهذه الأناكوندا. لقاء مروع. 500 باوند مقابل 500 فولت، من تعتقد أنه سيفوز في هذه المعركة؟ نعم، إنها مواجهة بين تمساح وأنقليس. أتحدث عن واحدة من أندر المواجهات التي يمكن مشاهدتها. هنا يمكننا رؤية أن التمساح كان ينتظر الأنقليس أن يقترب منه حتى يتمكن من أكله، لكن في اللحظة التي أمسكه فيها بفمه، أدرك أنه اشتبك مع الخصم الخطأ. يمكن رؤية التمساح وهو يعاني من تيار الكهرباء المفاجئ عبر جسده، ونحن جميعا نعرف من فاز في المعركة، لأنه لم يسبق لأحد أن نجا من 860 فولتا من قبل. مخلوق غامض. على الرغم من أننا عادة ما نعتقد أن المحيطات تبقى ليست مكتشفة، إلا أننا في كثير من الأحيان ننسى الأنهار، وهذا بالتأكيد شيء غير عادي على الإطلاق. فقط انظر إلى وجه أو أنف هذا الشيء، هل هو تمساح مع سمكة في الأعلى أم سمكة غريبة؟ لست متأكدا مما هو بالضبط، ولكن الرجل الذي شاهد هذا الأمر لربما خاف من هذا الشيء في تلك اللحظة. ليس لدينا أي فكرة عن عدد الكائنات المختلفة التي تعيش في أنهار مختلفة في هذا العالم. كابوس تحت الماء. اكتشف بعض الغواصين أناكوندا عملاقة ضخمة في نهر برازيلي. هؤلاء الغواصون الشجعان لم يخافوا من هذا العملاق أبدا، فقط انظر كيف يقتربون منه. الناس لا يستطيعون حقا الاقتراب من أي أناكوندا على سطح الأرض وهم يقتربون من ثعبان ضخم يبلغ طوله 20 قدما في الماء. ربما لم يكن جائعا في ذلك الوقت، وإلا لم نستطع أبدا أن نشهد شيئا مثل هذا، لأنهم كانوا سيبتلعون على قيد الحياة من قبله. مخلوق لويث. هذا الرجل لديه حقا شجاعة خارقة، لأنني متأكد من أنه ليس هناك أي شخص آخر يستطيع القيام بهذا الأمر الجنوني. كان بعض الصيادين يستكشفون النهر عندما رأوا ذيلا كبيرا يخرج من الماء. لم يكونوا متأكدين لمن كان في البداية، فجرب هذا الرجل الباسل أن يكتشف من خلال الإمساك بالذيل الطويل. بدأ بسحبه، وتخيل ما كان ذلك أناكوندا كبيرة ضخمة. الأناكوندا نادرة الوجود، وهذا ما يجعلها حدثا لا يتكرر في العمر. قبائل معزولة. واحدة من أكثر الأسئلة المطروحة حول الأمازون هي: هل يمكن للإنسان البقاء هناك؟ يبدو أنه يمكنه ذلك حقا، وها هو رجل يعيش وحيدا في الغابة. في الواقع لا تزال غابة الأمازون تضم العديد من القبائل الأصلية، بعضها يشار إليها بأنها قبائل غير متصلة بالعالم الخارجي. تحاول هذه القبائل العيش وفقا لقوانين الطبيعة وحدها، حيث تنقسم إلى حوالي 400 قبيلة. يعيش السكان الأصليون لغابة الأمازون في قرى مستقرة بجوار الأنهار أو كرحالة داخل الغابة العميقة. كما ذكرت لك سابقا، فإننا لا نعرف كم من الأسرار تحتوي عليها غابة الأمازون بأكملها، حيث لم نكتشف حتى نصف الغابة بعد. نهر مغلي. تقدم الطبيعة لنا أكثر مما يمكننا أن نتصور، لأنه من الذي كان سيفكر أن النهر الجاري يمكن أن يكون مغليا أيضا؟ يقع هذا النهر في أعماق غابة الأمازون في مايو يكو، حيث يمكن أن تصل درجة حرارته إلى 93 درجة مئوية، وكل كائن حي يجرؤ على الوقوع فيه سيهلك لا محالة. لا يعرف العلماء حقا لماذا ماؤه ساخن لهذا الحد،
ولكن يعتقد البعض أن ذلك يرجع إلى الينابيع الساخنة والطاقة الجيوحرارية التي ترفع درجة حرارته. كما أنه أسخن نهر على كوكب الأرض، سقط العديد من الحيوانات والطيور والزواحف فيه وتم هلاكها في دقائق معدودة. يقول البعض إنه يغلي بسبب حرارة الشمس، ولكن لا يزال من بين أغرب الألغاز في الغابة. شجرة تمشي. تخيل أن شجرة تتحرك وتتبعك، يبدو ذلك مجنوناً. صحيح، قد يكون هذا الوصف مبالغاً فيه قليلاً، ولكن هناك أشجار تمشي حرفياً تعرف باسم نخل المشي أو سوكا أكسور. هذه الأشجار موطنها الغابات المطيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية الاستوائية. تقاليد الشجرة تظهر أنها تتحرك من الظل إلى الضوء عن طريق نمو الجذور في الاتجاه الذي تريد السفر إليه، ثم تسمح للجذور القديمة بالارتفاع في الهواء والموت. هذا النوع من الأشجار يوجد بشكل رئيسي في قلب غابة الأمازون. الحوت الميت. بينما نبحث عنه في المحيطات، يمكن أن نجده في الغابة أيضاً. هذا يبدو مجنوناً للجميع، لكن الحوت الأزرق الكبير الذي وجد في غابة الأمازون يثبت ذلك. تم اكتشاف حوت في قلب غابة الأمازون، بعيداً جداً عن أي مكان يتوقع أن يتم العثور على حوت فيه. إنها الحالة الأكثر غرابة على الإطلاق. تم اكتشاف هذا الجثمان الذي يبلغ طوله 36 قدماً بعيداً عن موطنه الطبيعي، ولا أحد لديه أي فكرة عن كيفية وصوله إلى هناك. تم تقديم بعض النظريات حول كيفية حدوث هذا، ولكنها مجرد نظريات. روهو. كان راكب قارب يتجول براحة في الماء عندما شاهد فجأة بعض الرذاذ يظهر على سطح الماء على شكل فقاعات هوائية كبيرة. في البداية اعتقد أنه كان ملاحقاً من طرف تمساح كبير أو أناكوندا. يطلق المحليون على هذه الظاهرة اسم روهو. تحدث عندما تحتوي الصخور تحت الماء على هواء، وعندما تغطى بالماء يخلق الهواء فقاعات هوائية عملاقة تبدو وكأنها مخلوقات غامضة تمتص الماء من الأسفل. ما رأيكم فيما كان في الماء؟ أخبروني في قسم التعليقات. سمكة مصاص الدماء، والمعروفة أيضاً بسمكة البيرانا، هي صيادة شرسة لا تفوت أبداً فرصة للقتال، مسلحة بأنياب سفلية ضخمة وأسنان حادة مثل السكاكين. هذه السمكة ذات المظهر الشرير هي من السكان الشائعين لحوض الأمازون. لديها أسنان تشبه مخالب القط، خاصة البيرانا ذات العين الحمراء المشهورة التي تحمل سمعة خطيرة بسبب أسنانها الحادة وسلوكها العدواني. الرموز الجغرافية الغامضة. كان العلماء يعتقدون في السابق أن هذه الأعمال الأرضية الهندسية الضخمة تم بناؤها بعد أن بدأ البشر في تغيير بيئة الغابات، ولكن وفقاً للأبحاث الجديدة لا يزال الغرض من هذه الحفريات الضخمة غامضاً. تم عملها من قبل شعب ناسكا الذي ازدهرت ثقافته في بيرو في وقت ما بين 1700 للميلاد. على الرغم من أنها لم تكتشف بالكامل، إلا أن هذه الرموز الجغرافية تخبرنا بالمزيد عن حضارة الشعوب القديمة. الدلافين الوردية أو بوتو هي أحد أكثر السكان الرائعين لنهر الأمازون. هذه الأنواع الفريدة للغاية من الحيتان تفضل العيش في المياه العذبة، وتوجد أيضاً في أحواض نهر الأورينوكو في بوليفيا. تشتهر الدلافين الوردية بحجمها الضخم، حيث يمكن أن تنمو أكبر من البشر. لديها أكبر أجساد وأدمغة بين الدلافين العذبة. هناك أسطورة مثيرة للاهتمام عنها تقول أن هذه الدلافين تتحول إلى رجال في المساء وتعود إلى شكلها الأصلي في الصباح. أنا متأكد أنها أسطورة غبية، ولكنها مجرد واحدة من العديد من الأساطير عنها. المدينة المفقودة. تم اكتشاف مدينة مفقودة في عمق الغابة في عام 2012، وبالتأكيد لم تكن أي مدينة قديمة عادية، لأن الآثاريين وجدوا هياكل ضخمة مخبأة في التربة البركانية،
ووجدوا أيضا بعض الأهرامات ذات أشكال غريبة. في أعلى الهرم كان هناك أيضا حجر مصقول يشير إلى الطرق الفريدة التي استخدمها الشعب القديم. الحجم الهائل لهذه البنايات هو ما يمنح المدينة اسمها ويدفع العديد من الآثاريين إلى الاعتقاد بأن هذه المدينة كانت فعلا مبنية من قبل العمالقة. كما عثر العلماء أيضا على العديد من الأدوات المصنوعة بحجم كبير جدا والتي قد تكون من المستحيل بالنسبة لإنسان اليوم بناؤها. يقول العديد من الناس إنه قد يتم العثور على المزيد من المدن المفقودة في المستقبل القريب، فهل يجب علينا الانتظار لاكتشاف آخر هائل؟ أخبرني بآرائك في التعليقات. فيكتوريا أمازونيكا معروفة أيضا باسم وطن أكبر المخلوقات، إنها واحدة من أكبر النباتات المائية بأوراق ضخمة يمكن أن تصل إلى 3 أمتار في العرض ووزن طفل صغير. هذا النبات العملاق يعتبر الأكبر في العالم. حصلت على اسم فيكتوريا في عام 1837 تكريماً للملكة فيكتوريا التي تولت العرش في ذلك العام. الضفدع القاتل. يبدو هذا الضفدع مثل أي ضفدع صغير عادي آخر، لكنه واحد من أخطر الضفادع على هذا الكوكب. يمكن أن ينهي حياة أي مخلوق حي يتجرأ على مهاجمته، حيث يحتفظ بالسم داخل الجلد، ولكن عند التحريض يقوم بشن الهجوم. هناك نوع آخر يسمى ضفدع السم الذهبي، والذي يحتوي على كمية كافية من السم لإزالة 20,000 فأر من سطح كوكب الأرض. المظاهر قد تكون مضللة، أليس كذلك؟ نصر هرب المهيب هو سيد السماء غير المتنازع عليه في هذه الغابة. النسر هربي هو أكبر طائر جارح في غابات الأمازون وأكبر النسور في العالم. على الرغم من وجود مجتمعات كبيرة من هذا الطائر المهيب، إلا أنه من الصعب جدا رؤيتها. مخالبها الخلفية طولها حوالي 4 بوصات مثل العديد من الطيور الجارحة. يستمر النسر هربي في جلب فروع وأغصان خضراء طازجة إلى العش بعد أن يفقس الفراخ. حشرة الورقة. يصعب التفريق بين ورقة الشجرة وحشرة الورقة، حيث لا يمكن تمييزها من مسافة بعيدة. توجد آذانها على ساقيها الأمامية، فقط يتعين عليها تحريك ساقيها الأماميتين للسماع في أي اتجاه. تقضي الحشرة كل وقتها في قمم الأشجار، ويمكنها القفز حتى 20 مرة أطول من جسمها. تعيش غالبية هذه الأنواع في المناطق الاستوائية من العالم، على سبيل المثال في غابة الأمازون، وهي منزل لأكثر من 2000 نوع من الحشرات الورقية. الملك الماليزي. إذا كنت تعيش بالقرب من البحر أو النهر، فإنك تعرف أنه لا شيء أفضل من الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس مع كوب من القهوة. كان هذا الرجل يقوم بنفس الشيء عندما وضع قدميه في الماء، وفجأة أدرك أن شيئا ما يتحرك في الماء، ورأى تمساحا ضخما يتحرك حوله في الماء. الأمر المثير للدهشة هو أنه لم يصدر أي ضجيج، مما يثير الرعب، لأنه كلما اقترب شخص ما من هذا النهر سيكون من الصعب البقاء على قيد الحياة. حرية متعبة. كم هو غريب رؤية إطار في عنق تمساح؟ حدثت حادثة غريبة في إندونيسيا عندما علق إطار في عنق تمساح لمدة 4 سنوات طويلة. شاهد بعض السكان المحليين أنه كان يعاني من هذه المشكلة، قرروا مساعدته فاستدعوا السلطات، وبعد مطاردة صعبة حصلوا عليه وأخذوه لتخديره لقطع الإطار بدون أي متاعب لأحد. بعد بعض المجهود تمت إزالة الإطار وترك التمساح ليعيش بحرية. إحدى أجمل الالتفاتات بالتأكيد، يجب أن يكون التمساح سعيدا جدا. الحشرات الأمازونية. تزدهر الحشرات في غابات الأمازون الاستوائية لأنها المكان المثالي بالنسبة لهم للعيش. توجد أكبر الحشرات في وسط غابات الأمازون، وأكثرها إثارة للإعجاب هي الخنفساء التيتانية النادرة، والتي يعتبرها الكثيرون أكبر حشرة في العالم بطول يصل إلى حوالي 6 بوصات. إذا كنت مصاباً برهبة العناكب فاحترس، فالأمازون مليئة نسبياً بهذه الظواهر المرعبة. في هذه الغابة يوجد في الطبقة العليا للشجر أكبر عدد من الحشرات. المخلوق الغامض. سمكة أو سحلية أم مخلوق آخر؟ مهما حدث لا يمكنكم تخمين ما هذا. يبدو في البداية كسمكة، ولكن ذيلاً مثل ذيل الفأر في النهاية يجعل الأمر غريباً.
Some people say it is a black throat monitor lizard, but we... ولكننا جميعا لسنا متأكدين. من فضلكم اصطادوه كلما ظهر لكم حتى نتمكن من الحصول على ما هو عليه في الواقع. أم 44 الأمازونية. هذا المخلوق يوجد فقط في غابات الأمازون البرازيلية بسبب التوزيع الجغرافي لهذا النوع، فهو يحمل لسعة سامة، وهي معروفة أيضا باسم أم 44 ذات الساق الصفراء العملاقة. إنها أكبر واحدة معروفة في العالم. لقد عرفت بالتسلق إلى قمم الكهوف والتعلق بالأسفل لافتراس الخفافيش. الذئب المتحلل. وجد مجموعة من الصيادين في الليل هذا الذئب الغريب في وسط الغابة. لقد فقد حياته بالفعل، وبدا أن حيواناً آخر هاجمه بعنف شديد، ولم تكن هناك فرصة له للبقاء على قيد الحياة. لا نعرف أي نوع من الحيوانات هاجمه، لأن جسده كان في حالة رهيبة. قد يكون دباً عملاقاً أو شيئاً آخر، ولكن يمكننا القول بأن الغابة ليست مكاناً مناسباً لبعض الحيوانات أيضاً.